كفاره يا بت. اوقفي كلمي بت. عايزه مني ايه؟ سيبيني في حالي بقى. مالك يا بت؟ مالك فيكي ايه بالظبط؟ مالك متسعه كده بالقوي وسايقه فيها ومحدش عارف يلمك؟ طب ورحمه امي في تربتها؟ اما عدلتي ورجعتي عن الطريق الزفت اللي انت ماشيه فيه ده ما حد هيوقف لك غيري. وجدعه بقى كده وجامده استحملي وقفتي. اعملي اللي انت عايزاه، هاتي اخرك. مش بتقولي معاكي نمره ابويا؟ يلا كلميه. ولا تحبي اكلمهولك انا واقول له كل اللي انت نفسك تقوليه؟ اه حلو ده، كلميه دلوقتي. يلا سمعيني صوته. ايه ما بتكلميهوش ليه؟ خفتي؟ اقول لك انا ليه. عشان انت جبانه. اه وعارفه كويس قوي انك بتعملي حاجه غلط. ما هو اللي بيعمل الغلط بيخاف من الناس، اه بيخاف من الفضيحه، ما بيخافش من ربنا. طب تقدري دلوقتي تنزلي صوره على الفيس ولا ستوري على الانستا وانت بتسافي الزفت ده؟ هو انت فاكره نفسك ايه؟ سافرت النوايا الحسنه؟ انت طلعتي نزلتي حته مدرسه لا راحت ولا جت. فوقي. عيني هفوق. اه بس اصل اللي انت مش عارفاه ان حته المدرسه اللي مش عاجباكي دي هي اللي هتمشيكي على العجين، ما تلخبطيهوش. انا اللي هخليكي بني ادم، اه وهربيكي من اول وجديد عشان انتي ما تربطيش. انت شايفاني ناقصر بقى يا بنت انتي عشان تيجي تربيني؟ انا؟ تقولي لي انا بنت؟ انتي قلت الادب ما تربطيش. انتي بتمطر. تعالي هنا. هو انتي ما حدش قال ان اللي قتل مره قبل كده سهله قوي انه يقتل الثانيه؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكي، قتلت قتله. والمفروض بقى دلوقتي ان انا اترعب. اترعب من مين؟ من واحده زي يا بنت ده؟ انت فاشله فاشله. هتفضلي تاخدي الزفت ده لحد امتى؟ لحد ما تموتي؟ ده انا لولا ان انا لحقتك اخر مره كان زمانك رحتي فيها. ما اموت ولا في قلبي 60 ليله وانت مالك؟ هو انت كنت قريبتي وليت امر اختي؟ ايوه اختك 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 بجد، من لحمك ودمك، وابوك يبقى ابويا. ازاي يعني؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي الناس. او النعمه زي الناس. تخيلي انا عايزاكي تروحي تقولي له، عايزاكي تروحي تقولي له في واحده كده مدرسه معفنه اسمها صدفه بتقول ان انا وهي اخوات وان انت ابوها. شوفي هيقول لك ايه. ايوه وهينكر، هينكر طبعا وهيقول لك ان الكلام ده مش صح. بس انا مش كتابه والكلام ده صح. قولي له بقى ان انا لو رحت رفعت قضيه عليه هثبت ان انا بنته. بس انا لا لا، انا مش هرفع قضيه على ابويا. انا مش هقف قدام ابويا في المحاكم. هو لو مش عايز يعترف بيا انا كمان مش عايزاه. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.